أكثر اللقطات غرابة وجنونا في عالم الرياضة. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. عالم الرياضة مليء بالكثير من المواقف المشوقة والغريبة والمجنونة، وهناك لاعبون استثنائيون يقومون بحركات أو يقومون بمواقف غريبة للغاية. لذا في هذا الفيديو سنشاهد أكثر اللقطات جنونا وغرابة في عالم الرياضة. لنبدأ. في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تدخل من لاعب الريال لإيقاف ليونيل ميسي في وسط الملعب، وهنا كما ترون يتقدم بيبي متعمدا ويقوم بالدوس على يد ليونيل ميسي الواقعي على الأرض، ما سبب في اقتتال كبير في الملعب بين اللاعبين كما ترون. في مباراة البيسبول هذه، وكما ترون هذا اللاعب يفشل في ضرب الكرة، وردة فعله القوية أنه قام بكسر العصا التي بيده، وهي كما تعلمون قاسية للغاية ومن الصعب كسرها. في مباراة كرة القدم الأمريكية هذه، وكما ترون اللاعب يمسك الكرة ويقوم بالقفز على وجه المنافس بهذه الطريقة لإيقاعه أرضا. شاهدوا هذه الضربة العنيفة للغاية وكيف قام بها هذا اللاعب، مع أن هذه اللعبة تحتاج إلى أجساد قوية بالفعل. لقطة غريبة حقا. في مباراة البيسبول هذه، وفي موقف مضحك للغاية، أخذ هذا الرجل الذي يرتدي الدمية الخضراء دمية تشبه لاعب البيسبول، وهنا يحاول اللحاق بهذا العجوز حتى يقوم باستفزازه، وفي النهاية شاهدوا ردة فعل العجوز المضحكة جدا، إذ أنه قام بضربه بهذه الطريقة وأخذ الدمية منه وإيقاعه على الأرض. موقف مضحك حقا. في هذه المباراة لكرة القدم النسائية، شاهدوا تدخلات اللاعبات على بعضهم البعض، فهذه تقوم بضرب منافستها بظهرها، وهذه اللاعبة تقوم بإيقاع المنافسة على الأرض وتضربها هي والكرة وتوقعها أرضا. شاهدوا هذه اللكمات القوية والضربات القوية من هؤلاء المنافسات، وهنا قامت بشدها من شعرها وإيقاعها على الأرض. إنها لاعبة عنيفة جدا، يبدو أن الكل يخافها هنا. هنا تدخل قوي للغاية من هذه اللاعبة ليوقعها أرضا، فتقوم اللاعبة الأخرى بضرب الكرة في وجه اللاعبة وهي على الأرض. في مباراة الهوكي هذه، بينما يجلس هذا اللاعب عند دكة البدلاء بهذا الشكل، فيقوم اللاعب المنافس بالسير من جانبه وخطف العصا منه. انظروا إلى ردة فعل اللاعب بأنه استغرب للغاية من هذه الفعلة. في مباراة كرة السلة هذه، شاهدوا المهارة العالية والمراوغة الممتعة من هذا اللاعب، فكيف قام بتجاوز هذا اللاعب وإيقاعه أرضا دون أن يلمسه، وهنا قام بتسجيل هذه الكرة الرائعة من هذه الإسقاطة المميزة. في مباراة كرة السلة هذه، وقبل نهاية المباراة بثوان قليلة، يسجل اللاعبين السود هذه الكرة ويفوزون فعلا في المباراة، وقد بقي ثانية واحدة، فيقوم هذا اللاعب من الفريق الأبيض برمي الكرة بكل قوته ليكون حظه رائعا، وتسقط الكرة في السلة ليفوزهم في المباراة في آخر ثانية منها. انظروا إلى الفرحة العارمة من الجماهير بهذا الشكل الهستيري. شاهدوا لاعب كرة السلة هذا الرائع كيف راوغ اللاعبين أمامه بهذه الطريقة الاحترافية
وسجل كرة رائعة جدا. انظروا كيف ضرب اللاعب الذي أمامه ووقعه أرضا. انظروا إلى ردة فعل الجماهير واللاعبين والفرحة العارمة بهذا التسجيل. في مباراة كرة الصالات للدراجات الهوائية، انظروا إلى هذه المهارات العالية والمميزة في تسجيل الأهداف والمراوغات الجميلة. انظروا إلى هذه الأهداف الرائعة والتلاعب المميز في الدراجات. انظروا إلى الروعة والجمال في هذا الملعب. لعبة رائعة حقا. محمد علي كلاي يقف في الزاوية ويتحدى خصمه أن يقوم بضربه، فمع كل هذه اللكمات لا يستطيع توجيه ضربة واحدة له. لقد قام باستفزازه، فشاهدوا سرعة تفادي اللكمات من محمد علي كلاي، وفي النهاية يستفزه برقصه داخل الحلبة. في هذه المباراة للبيسبول، هذا اللاعب يعطي الكرة لهذا الطفل وكانت معه كرة أخرى، لكن الكرة الذي أخذها من اللاعب كتذكار كانت في يده وأعطاها الكرة التي اشتراها. لكن انظروا إلى فرحة هذه المشجعة بأن ظنت هي نفسها الكرة التي أخذها من اللاعب. أحد أجمل وأغرب التصديات في عالم كرة القدم، فمن ضربة الجزاء هذه التي قام بتنفيذها هذا اللاعب، يرتقي لها الحارس بطريقة ولا أجمل بحركة بهلوانية رائعة، فشاهدوا كيف قام بتصديها. في مباراة كرة السلة انطلاقة هذين اللاعبين، فشاهدوا هذا التفاهم الرائع بينهما بأن ألقى زميله الكرة في الهواء ليكملها الآخر هدفا داخل السلة. تعلمون من هو الحارس المجنون هيجيتا؟ الحارس المجنون الكولومبي الذي قام بهذا التصدي، والذي كان بإمكانه وبكل سهولة أن يمسك الكرة بيديه، لكنه قام بتصدي مجنون للغاية، فشاهدوا ماذا فعل بالكرة. في مباراة الهوكي هذه وفي لقطة مضحكة للغاية، يقوم هذا اللاعب بوضع الكرة فوق العصا ويطلقها داخل الشباك هي والعصا لتدخل هدفا. انظروا إلى هذا الموقف المضحك للغاية. أثناء ركض هذا اللاعب ليحرز هدفا في الكرة، فقد أتم ذلك بشكل رائع للغاية. فهنا يقوم هذا المدرب بتبديل اللاعبين، فيبدل اللاعب الآخر، وهنا يندب حظه، لكن كان معه كوب ماء ممتلئ، فردة فعله التي جعلت كوب الماء ينسكب على هذا المشجع خلفه. هنا لاعب التنس هذا يقوم بضربة حظ رائعة للغاية، إذ أنه كان خاسرا لهذه الكرة، لكنه ضربها بين قدميه ليسجل الانتصار بها. شاهدوا فرحته بهذه الصدفة الرائعة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية، فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.